الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. طيب، طبعا مناسبة الباب لما الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، شرع بالأبواب اللي بعدها يبين التوحيد وأبواب الشرك التي تنافي لأصل التوحيد أو لكماله. فبدأ بباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهذا باب مهم جدا لانتشاره بين المسلمين. لا تكاد تجد مجتمعا من مجتمعات المسلمين إلا ومنتشر جدا، تعليق خيوط، خرز، كف، صور، سلاسل، أحذية، حذوة فرس، أشياء كثيرة، كل ناس وثقافتهم. ومنها ما هو متسرب للمسلمين من النصارى وغيرهم، فيظنون أن تعليق هذه الأمور سواء على الجدران أو في السيارات أو تحت الوسادة أو في العضد أو في الرقبة أو على البهائم، يظنون أنها تحفظها ويحفظهم من العين والبلاء والجن ونحو ذلك. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الشرك، وفيه نص صريح. ثم الأمر بيد الله عز وجل، كله بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفيني. فالله الذي يحفظ العبد، وإذا وقع البلاء فالله الذي يعافي ويشفي من يشاء. أما هذه الأمور التعلق بها في الحقيقة لا أثر لها. عامة الذين يعلقون هذه الأشياء يعلقونها على أنها أسباب لتدفع العين ونحوها والحسد، لا أن هي التي تفعل وتخلق. وعلى هذا من علقها على أنها سبب من الأسباب، مع أن الله ما جعلها سببا، فهو من الشرك الأصغر. أما من علقها اعتقد هي التي تخلق، وهذا نادر لا سيما في المسلمين يعني، فهذا يكون من الشرك الأكبر، شرك في الربوبية. من ذلك أن بعض الناس عندما يذكر بشيء، عندك كذا ولا وجهك كذا ولا فلوسك كثرت ولا جسمك، يقول إيش دق الخشب. شنو دق الخشب؟ هذا دقة الخشب ماذا سيفعل؟ يقول هذا أصلها من النصارى، فعندهم صلبان من خشب فيدق الصليب حتى يحميه من ماذا؟ من الحسد ومن العين ونحو ذلك. وهذا منتشر عند المسلمين، أضرب الخشب أو دق الخشب. فإذا قرأنا هذا الباب وتفصيل العلماء سنجد أن هذا منتشر في المسلمين. ثم يقولون: لماذا تتكلم في التوحيد؟ كيف ما نتكلم في التوحيد وهذا منتشر جدا؟ بل لو أن أحدنا راجع نفسه ربما كان إيش في أهله أو في نفسه وسابقا قبل أن يفقه الله كان يقع في شيء من ذلك. فبعضهم يعتقد أنه إذا لبس القميص الفلاني ينجح، أو إذا كتب القلم الفلاني ينجح، أو إذا رأى الحشرة الفلاني، في حشرة اسمها بوبوشير احنا نسميها، ما أدري كان هليكوبتر شكلها
إذا جت أيام امتحانات قلنا لا الفريج كله ناجح لأنه جت، إيش دخل هذا بالنجاح؟ أو كان في مزار في جزيرة فيلكة تسمى بالكويتي فيلكة، كان فيها نصب يقال أن الخضر مر هني كذب وزور، وأيضا يأخذ منها خيوط خضراء علقنا في 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 أيديهم. ولا ننسى أن بلادنا مقابل بلاد الرافضة عندهم أشياء كثيرة تتسرب، وفي روافض في بلادنا، هذه كلها داخلة في هذا الباب، والتحذير منه ضروري جدا أن نتفقه في ديننا حتى نحمي ديننا ونحمي أهلنا ونحمي مجتمعنا ونحمي المسلمين من هذه الخرافات التي تفسد التوحيد وتفسد الإيمان. لاحظ هنا قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني ليس ذاك قاصرا على الخيط والحلقة، أي شيء، حذوة فرس، كف مرسوم عليه عين، خرز، لأنه قال ونحوهما، أي شيء يؤخذ بهذا الغرض، بقصد هذا الغرض. أي غرض؟ قال لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء يعني بعد وقوعه، إذا أصيب أحدهم يروح يعلق له شيء حتى يتشافى منه، دفعه يعلقه حتى إيش يتوقع البلاء، حتى لا يقع عليه، حتى لا يحسد أو يصاب بعين فيلبس هذا حتى يتوقاه. سواء لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما بقصد أنه يرفع البلاء بعد وقوعه أو بقصد دفع البلاء قبل أن يقع، فهذا من الشرك، هذا من الشرك. إذن يفهم من هذا أنه لو علق حلقة أو خيطا ليس بهذا القصد، ليس بهذا القصد، مثلا واحد عنده بهائم حتى يميز بينها، بين أعمارها، بين أشكالها، بين أسعارها، فعلق خيوط، خيط أحمر، خيط أخضر، خيط أصفر، حتى يعرف هاي الفئة الفلانية، هاي الفئة الفلانية، للتمييز بينها، هل هذا من الشرك؟ لأنه ليس لرفع البلاء ولا لدفعه. واحد كما تعلمون كابتن الفريق حط ليش إشارة أنه الكابتن، هذا الشرك؟ شوف لا ليس بالشرك، لماذا؟ لأن ما وضعه لرفع البلاء ولا لدفعه. واضح؟ آخر امرأة لبست خرز في عنقها للزينة، هل هذا من الشرك؟ ليس من الشرك، إذا كان الخرز من نوع يلبسه الناس من أجل رفع البلاء أو دفعه فهنا لا يجوز لبسه، لما في ذلك من التشبه بهؤلاء من وجه، وتغرير الآخرين بهذا، قال شوف ما دام يلبسون معنى أن هذا جائز. ثم سد الذريعة، نسد الذريعة يعني حتى ما يكون فتح باب لهذا المنكر، فإذا أتى ذكرنا لواحد قال لا مش لابسة، أنا لابسة زينة مش لابسة لرفع البلاء، لا نقطع هذا بالمرة فلا يجوز لبسه. واضح؟ إذا كان شيء يشابه الحرز الذي يلبسونه أو الخرز الذي يتخذونه أو الخيوط الذي يتخذونه، لكن لو أخذ شيء ما يشابهه، خيط أو حلقة أو سوار أو نحو ذلك، وليس بقصد رفع البلاء ولا دفعه، هذا ليس من الشرك، لابد أن نميز بين هذا وهذا. طيب، ثم يقول وقول الله تعالى قل أفرأيتم، يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، كل ما يدعى من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، استفهام استنكاري، يعني ما يكشفون ضر الآلهة التي تدعى فضلا عن الخرز اللي يعلق أو الخيوط أو الحلق من صفر ولا من غيره، ما في شيء يكشف الضر بعد وقوعه. تكملة الآية أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إذا أراد الله أن يرسل رحمة رزق عافية جمال ذكاء يعطي عبدا من فضله ورحمته، هل في شيء يستطيع أن يمنع رحمة الله وفضله على عباده؟ لا، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، مع قوة التوكل الإنسان ما يحتاج أن يتعلق بغير الله عز وجل. هنا يحضرني كلمة متداولة يمكن في بعض مجتمعات أكثر من مجتمعات أخرى، إذا أراد أحدهم يذم شخصا ما قال فلان أعوذ بالله، لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، لا يرحم، ممكن واحد جبار ظالم ما يرحم، لكن
ولا يخلي رحمة الله تنزل؟ في شيء يمنع رحمة الله إذا أراد الله أن ينزل رحمته؟ يجوز هذا الكلام؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن الله يقول أو أراد برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ في أحد يمسك رحمة الله جل وعلا إذا أرسلها لعبده يرحم بها؟ فكيف يقول القائل ها فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل؟ وأنا كاد أجزم أن يمكن بعضنا يوم الأيام قال هالكلمة هذه، لأن في كلمات تتسرب تسمعها ممكن تعجب بها، تعجب بها ما تعرف أن هذا خطأ مخالف كتاب الله، فتأخذ الكلمة هذه وتخليها عندك بعد بالمخزون إذا جت مناسبتها. قلت يا أخي فلان أعوذ بشيك أنت أخي، لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، يحصل ولا ما يحصل؟ هذا هكذا الناس ثقافات الناس تنتقل من شخص إلى آخر. كيف ندفع هذا؟ بالعلم. من يريد الله بخيرا فقهه في الدين، فلا يجوز أن نقول ولا يخلي رحمة الله تنزل، لأن الله جل وعلا ما في أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله إن أراد أن يرحم عبدا من عباده. طيب نقرأ تعليق الشيخ صالح مناسبة الفوزان. نعم. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله ومنقص لهما. هذا يعني من حسن تصنيف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في هذا الباب، أنه يذكر التوحيد والشرك. يعني بعض الناس أنا يقلل من قيمة تذكير الناس بالشرك وتعريف الناس بالشرك. طيب كيف يتوقع الإنسان إذا ما عرفه؟ كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. طيب كيف نجتنب إذا ما نعرفه؟ لا يمكن، إذا ما عرفنا ما نستطيع نجتنبه، فلا بد أن نتعلم الشرك كما نتعلم التوحيد. لا يكفي أن تتعلم التوحيد، تعلم التوحيد حتى توحد الله عز وجل، تعلم الشرك حتى تجتنبه، لابد تعرف حدوده. نعم. وقوله رحمه الله تعالى باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير. وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت، قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا أحد ينزله. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا يعني من البلاء فلا أحد، لا وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا يعني من الخير فلا أحد ينزله، ما ينزل إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا يخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. طيب لو كتب كتابة ما علق شيء، لكن كتب كتاب على الجدار عين الحسود لا تسود، وبقصد أن هذه العبارة حتى تحفظه من الحسد، هل هو داخل في هذا؟ داخل في هذا،
لا شيء يرفع البلاء ولا يدفعه إلا الله عز وجل. نعم هناك أمور شرعها الله عز وجل، إذا شرع الله كالرقية الشرعية ترفع البلاء وتدفع، لأن يتحصن الإنسان بقراءة المعوذتين، صح؟ يتحصن إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، يتحصن من الشيطان. فإذا كان الأمر مشروعا فنذهب إليه، أما إذا كان شيء ليس بمشروع فهذا من الشرك الأصغر. وقد يجعل الله عز وجل سببا كونيا، فيجعل خواص في العسل مثلا أو في الحبة السوداء فترفع البلاء الفلاني، يعني ترفع المرض الفلاني، هذا أيضا لا بأس به. أما أن يأتي إنسان ويخترع له أمرا معنويا لا هو بالحس والتجربة جرب كالعقاقير والأدوية، ولا هو بالشرع مأذون به كالتعليق هذه الأشياء وكتابة بعض الكلمات، فهذا كله من البدع ومنها ما يبلغ إيش درجة الشرك. طيب، قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، تتمة الآية، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد وأبطل فيها أنواع الشرك، فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها، ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: قل أي يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما طيب قل الأصل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصلح أن يوجه الخطاب لكل من يصح توجيه خطاب له. فأنت أيضا ممكن تقول لإنسان أفرأيتم ما تدعو من دون الله، لأن الله أمر نبينا أن يقول ذلك، وهذا الأمر أيضا يصلح لنا أن نقول للناس ذلك، نقول أفرأيتم ما تدعو من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. طيب قل لهؤلاء المشركين، وهل يصلح أن يقال أيضا للمسلمين؟ يقال المسلمين، طيب المسلمين ما يعبدون، ما يدعون من دون الله عز وجل، طيب حتى لو كانوا ما يدعون، لأن لم يقل الله لا تجعل مع الله إلها آخر، هل يصح أن نقول لإنسان لم يجعل الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر؟ يصح ولا يصح؟ يصح يصح، إن لم يقل جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هل هذا الخطاب ما يقال إلا للمنغمسين في الفواحش؟ ولا ممكن يقال ها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر الله عز وجل الوصايا العشر لا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك وعن الفواحش وعن قتل النفس بغير حق، ليس بالضرورة يكون إنسان واقع في هذا الشيء حتى ينهى عنه، وإنما يبلغ بالنهي حتى لا يقع فيه في المستقبل، واضح؟ وأيضا قد يكون ليس واقعا فيه بالكمال والتمام لكن عنده شيء من ذلك، لأن الشرك أيضا يتبعض، ليس بالضرورة يكون إنسان يعبد صنما أو وثنا، لكن ممكن عنده بعض الاعتقادات، بعض الشوائب، بعض الدواخل دخلت عليه، هذا كثير وارد. نعم. قول أي قل لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. فالسؤال طيب، لما قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا من دون الله تشمل ماذا؟ كل شيء، لأن كل شيء دون الله، ليس ثم شيء مساو لله فضلا يكون يفوق الله أبدا، الله جل وعلا هو العلي الأعلى، فكل من سواه هو دونه، ملائكة، أنبياء، مرسلون، صالحون، أولياء، فضل عن الأحجار والأوثان، كل المخلوقات هي دون الله عز وجل. فصارت هذه الآية عامة تعم كل من دون الله عز وجل، ولو كان أقرب الأقربين إلى الله عز وجل، ولو كان صالحا، ولو كان وليا، لا يجوز دعاء أحد من دون الله عز وجل، وكل من سوى الله هو ها دون الله عز وجل. نعم.
فالسؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله؟ ما احفظوا هذا، أفرأيتم يعني أخبروني. أرأيت يا رسول الله أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ يعني أخبرني ماذا أفعل. أرأيت، نعم. ما تدعون من دون الله، ما عامة لكل ما يدعى من دون الله، لا يستثنى منها شيء سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك. قوله إن أرادني الله بضر، يعني بضرر أو بفقر أو بموت، أو أرادني بضياع مال أو إصابة في قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي. قوله هل هن كاشفات ضره، أي هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر عمن دعاها؟ وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قوله هل هن كاشفات ضره، سؤال استنكار ونفي، أي لا تكشف الضر عمن دعاها، ولذلك المشركون يمرضون ويقتلون ويصابون وتذهب أموالهم، ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئا نزل من الله سبحانه وتعالى. قوله أو أرادني برحمة، من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة، هل أحد من الخلق يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟ فظهر بذلك عجز آلهات المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن وسألهم هذا السؤال وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولم يجيبوه ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها، فدل على بطلان الشرك. قوله قل حسبي الله، أي هو كافيني، لأن الحسب معناه الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله، أي هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر. طيب، هنا في فائدة تعرفون بأن الله عز وجل إذا أرسل رسولا أيده بالآيات، أيده بالآيات، وقد ذكر الله من آيات لأنبيائه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيده القرآن وغير القرآن آيات كثيرة، وموسى عليه السلام 9 آيات، وصالح عليه السلام آتاه إيش الناقة، وعيسى مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، صح؟ طيب ما هي آية هود عليه السلام؟ ما هي الآية التي أيد الله بها هودا عليه السلام؟ قال العلم هذه الآية العظيمة في هذا السياق أنه تحداهم أن يجتمعوا جميعا أن يكيدوه لقوة توكل على الله عز وجل وثقته بالله تبارك وتعالى، وكانت هذه آية له. فقال قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا التحدي يتحدى القوم جميعا، يتحدى أمته جميعا لثقتي بالله وتوكل عليه. فقال إني توكلت على الله ربي وربكم، فقالوا هذه آيته عليه السلام. من هذا؟ هود عليه السلام. نعم، تفضل أكمل. قوله عليه يتوكل المتوكلون، ولا يتوكلون على الحلقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء. ومن هنا يتبين أن التعلق بالخيط والحلقة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه هذا منافي للتوكل، منافي للتوكل الذي يجب أن يكون لله عز وجل وحده. وربنا جل وعلا يقول إيش؟ عليه يتوكل المتوكلون،
قدم الجار المجرور قال عليه يتوكل، ولم يقل يتوكل عليه بل قال عليه يتوكل ليفيد الحصر، يعني عليه وحده سبحانه وتعالى. حتى ذكر العلم أن التوكل لا يقال في التوكل، لا يقال أتوكل على الله ثم عليك، لا، التوكل عمل قلبي، تتوكل على الله عز وحده. فإذا قال عليه يتوكل المتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن يأتي بمعنى التوكيل، وكلتك أن تفعل كذا وكذا بالنيابة عني، لأن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يقال أتوكل على الله ثم عليك، حتى لو قلت ثم ما يصلح، وإنما التوكل على الله عز وحده. ومن ذلك أيضا نبه العلم على إيش، من يقول إيش، الثقة بالنفس، أنت ما عندك ثقة بنفسك؟ قال لا عندي ثقة بنفسي. قال هذا ما يصلح الكلام، فالنفس ليست محل للثقة، لا تثق بها أبدا، وإنما الثقة بمن؟ بالله وحده. لا تثق بنفسك الأمارة بالسوء، لا تثق بنفسك الضعيفة، لا تثق بنفسك الجشع الطماعة. فالإنسان في نفسه شيء من الهوى، حتى قيل أن ربنا جل وعلا لما قال لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى، قال لم يقل له لا تهوى، قال لا تتبع الهوى، قال لأن الهوى أصلا موجود في كل نفس، بس إيش المحظور؟ اتباعه، وللهوى موجود. فالنفس ليست محلل للثقة، الثقة ها بالله عز وجل وحده. فلا يجوز أن يقول واثق من نفسي أو واثق بنفسي، أو أنت ما عندك ثقة بنفسك، أو خل عندك ثقة بالنفس، لا، قل إيش، توكل على الله، فليكن عندك توكل على الله. واضح؟ طيب كمل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس الله رضي الله عنهما: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى، وما عداه. هذا الحديث يحفظه الصغار، صح؟ أنا أذكر مقرب منكم ثاني متوسط، حديث ابن عباس حفظ الله يحفظك، لكن من يعمل به يا أخوان؟ من عند هذا الإيمان والثقة بالله عز وجل أن الخلق جميعا، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. العمل بهذا الحديث أمر عظيم، لو أن إنسان يتمكن ويتذكر ويستحضر. الأمر بيد الله عز وجل، لا أحد يقدم ولا يؤخر، لا أحد ينفعك إلا بما كتب الله لك، ولا أحد يضرك إلا بما كتب الله عليك، والأمر انتهى، قد قضاه الله عز وجل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني قد كتب الله مقاضي كل شيء. نعم. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى، وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عنك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيده الخير، فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى لك، ويكون هذا الشيء سببا فقط أجر الله على يده الخير لك، أو سببا أجر الله على يده الضرر عليك، فهي مجرد أسباب، وإلا فما من شك أن النار تحرق، وأن السبع يفترس، وأن العدو يفتك بعدوه، ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله، قال تعالى:
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله أكبر. فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حبس عنك هذه الجنود، إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن حتى التوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الاعتماد صدق الاعتماد على الله عز وجل لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وإذا كان العلم يقولون عبارة جميلة، يقولون ترك التوكل قدح في الدين، واحد ما يتوكل على الله هذا إيش قدح في الدين، وترك الأخذ بالأسباب، عفوا يقول الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب قدح في الدين، يعني المفروض يعتمد على من؟ على الله عز وجل. فإذا اعتمد على الأسباب هذا قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل. يعني لو أن شخصا ما متوكل على الله وحده لا شريك له أن يرزقه ولدا لكنه لا يتزوج، تزوج رزق الله، قال إني متوكل على الله سيرزقني الله عز وجل، كل هذا إيش؟ قدح في العقل. صحيح توكل، تزوج وتوكل الله يرزقك الله إن شاء. فالذي يترك الأسباب زاعم أنه متوكل على الله هذا إيش؟ في عقله خلل. والذي يعتمد على الأسباب هي الكل بالكل هذا قدح في الدين. طيب ما هي الاستقامة؟ أن تعتمد على الله وتفوض أمرك لله مع الأخذ بالأسباب المشروعة لجلب نفع ينفعك الله به أو لدفع ضر. ها عيد العبارة، من عيدها؟ الاعتماد على الأسباب قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل. فخلك دين عاقل، توكل على الله عز وجل، ها وخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، يعد عدة الحرب ويلبس المغفر غطاء الرأس القتال، ها فالإنسان ممكن يتدفع عن البرد، ممكن يتبرد من الحر، ممكن يأخذ الدواء، هذه أسباب لابد أن يأتي بها الإنسان. أما ترك الأسباب وزاعم أنه متوكل على الله هذا في عقله شيء. أما الذي يعتمد على الأسباب الكل بالكل عنده الأسباب ولا يعلم بأن الأمر بيد الله عز وجل فهذا قدح في الدين. فالصحيح أن تفوض أمورك الله عز وجل صغيرها وكبيرها، وتكون صادق في ذلك، معتمد على الله عز وجل، وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله لك. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، هذا تطبيق الصحابة وما فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام من تحريم تعليق أي شيء بنية ماذا؟ بقصد ماذا؟ رفع البلاء أو دفعه. نعم. قوله عمران بن حسين ابن عبيد الخزاعي هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما ومن أفاضل الصحابة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الرجل مبهم، ولكن جاءت الروايات أنه هو نفس عمران بن حسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل مبهم، الرجل مبهم، في شيء في علم الحديث اسمه إيش؟ المبهم، وشيء آخر اسمه إيش؟ المهمل. مبهم ومهمل، أبا بدر، ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم المجهول، المبهم المجهول، والمهمل المعروف. ها طيب، المهمل والمبهم، اللي ما يعرف الليلة إن شاء الله يعرف. زين. طيب، المهمل الذي أهمل من النسبة، يقول إيش؟ حدثنا محمد، من محمد؟ ما بينه، أو جاء عبد الله، أو قالت زينب، أي زينب؟
فالذي لم ينسب ولم يبين من هو يسمى إيش؟ ها مهمل. أهمل من إيش؟ من النسبة، من تحديده. ما قال فلان الفلاني، إنما قال محمد أو عبد الله أو خالد أو عائشة أو مثلا زينب، هذه اسمها إيش؟ مهمل، أهمل من النسبة. أما المبهم هو الذي لم يبين من هو. فقام رجل فقال يا رسول الله، دخل رجل فبال في المسجد، فقام أعرابي، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله في كل عام؟ فقول رجل امرأة اعرابي ها، هذا ايش اسمه؟ مبهم. من هو المبهم؟ ان كان في المتن لا يضر. قامت امرأة فقالت يا رسول الله، رفع الصبي لا، فقالت يا رسول الله ألي هذا الصبي ألو حج؟ قال نعم ولك أجر. هل تغير الحكم؟ هي عرفنا هي فلانة أم علانة، ما يغير في الحكم شيء، صح؟ دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. من هذا الرجل؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم، لكن ما يضر. لكن لو كان هذا المبهم في السند لا يضر، كما يقول أحد الرواة حدثني رجل، حدثني رجل. من هذا الرجل؟ قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا، قد يكون كذابا، لابد أن نعرف من حتى صحح السند أو نضعفه. انتبهتم؟ إذن هذا المبهم لو كان في المتن، في القصة نفسها، في الحديث، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لكن لو كان في السند لا يضر، لأن يتوقف صحة السند من عدمه، قبول السند من عدمه، قبول الحديث من عدمه، صحة السند لابد نعرف هو ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط. خلينا نشوف هذا ضابط عدل ولا لا. واحد رجل، أي من هالرجل؟ ومثلها لو قال إيش حدثنا رجل من بني سليم أو من تميم أو من خزاعة، خزاعة قبيلة وتميم قبيلة، أيضا هذا يعتبر ماذا؟ مبهم. واضح؟ أما المهمل أيضا نلتمس لنعرف من هو. فإذا كان الشيخ الفلاني عندما يقول حدثنا محمد، ومن يقول محدث محمد معروف شيخه محمد ابن يزيد أو محمد ابن فلان، فنعرف هذا الشيء. فسواء كان في السند أو في المتن يعرف. مثلا في السند، في المتن إذا قيل إيش حدثتنا عائشة، من عائشة؟ من أن تطلق فهي أم المؤمنين. تبهتم؟ لكن هل هذا المهمل في معرفته فائدة في المتن؟ في المتن نعم فيه فائدة، لنرى هل هي قصة أخرى، هل هي قصة متكررة، أو هي قصة نفسها، وقد تكون في زيادة نعرف مثل ناسخ المنسوخ، أو هو فقام رجل فقال، هل هو الرجل نفسه ولا غيره؟ هذا كله ممكن تكون من فوائد. لكن لو ما عرفنا، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دخل رجل فقال يا رسول الله هلك العيال، هلك المال، ادعو الله أن يغيثنا، من الرجل هذا؟ مهمل، لكن ما يضر. تبهتم؟ لكن لو عرفنا الرجل من هو المسيء في صلاته، من هو الرجل الذي باله في طائف مسجد، من هو الرجل الذي علق حلقة من الصفر، من هو؟ العلماء ممكن يستنبطون أو من رواية الأخرى فيعرف هو فلان أو فلان. لكن الآن خلاصة، عرفنا الفرق بين المهمل والمبهم. المبهم رجل امرأة أعرابي، هذا مبهم، يضر إذا كان في السند ولا يضر إذا كان في المتن، لكن معرفته فيه فائدة، لكن ما يضر إذا ما عرفنا. المهمل الذي لم ينسب، حياة الحديث إيش عن عبد الله رضي الله عنه، من عبد الله؟ نبحث هل هو ابن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمر؟ كيف يعرف؟ بالراوي الذي روى عنه. فطلاب ابن مسعود غير طلاب ابن عمر، غير طلاب ابن عباس، هو من المشايخ اللي حدث عنه، فيعرف الرجل. الآن القصة هذه فيها رجل ماذا يا إخوان؟ مبهم ولا مهمل؟
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا مبهم ولا مبهم؟ مهمل ولا مبهم؟ خايفين أنت ها؟ مبهم، مش معروف من المهمل، أن يقول عبد الله، أن يقول محمد، أن يقول إبراهيم، دون أن ينسبه بين أي عبد الله أي محمد، هذا اسمه إيش؟ ها، مهمل، أهمل من النسبة. أما المبهم الغير معروف، واضح؟ الآن عيد شيك عليكم ونشوف. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. رجل إيش هذا؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم. سمعت مهمل؟ لم ينسب. ها طيب، عن عمران بن حصين، هذا عمران بن حصين مبهم ولا مهمل؟ ها معروفة، لا هو مهمل ولا هو مبهم. كيف؟ لأن قال عمران، ما قال رجل، قال عمران، فهو إذن ليس بمجهول، ليس بمبهم. طيب هل مهمل؟ لا ما هو مهمل. إيش قال؟ عمران ابن حصين. وصلت الآن يا أبا بدر؟ ها طيب تفضل كمل. وفي قوله وفي يده حلقة، الحلقة هي الشيء المستدير الذي يدار على العضد أو على الذراع أو على الأصبع، فالشيء المستدير يسمى حلقة، ومنه تحلق القوم إذا استداروا في الجلوس. قوله من صفر، الصفر نوع من المعدن معروف. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، الظاهر أنه سؤال إنكار، وقيل إنه سؤال استفهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة. ففيه طيب ما هذا، يقول الظاهر أنه سؤال إنكار، وقيل أنه سؤال استفهام. شوف لماذا الصحابة أفهم لمقاصد الشرع من غيرهم، لأنهم كانوا موجودين. لما كل واحد موجود نبرة الصوت تعطي معنى آخر ولا لا؟ فاستفهام استنكاري لو تلفظ به بنبرة معينة معناه استنكار، ونبرة أخرى معناه استفهام، صح؟ نجرب نجرب. إذا قلت لشخص كم عمرك، هذا سؤال. إذا قلت له كم عمرك، ها كم عمرك بدون ها، كم عمرك، في فرق ولا لا؟ اكتب كم عمرك وكم عمرك في الأولى والثانية، في فرق بينهم بالمعنى ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ لما أقول كم عمرك وأنا قاعد أكتب معلومات، العمر كم عمرك، يقول لي هالكذا، ها صح. لكن لما أشوف واحد أستصغره وأقول له كم عمرك، كتابة صح، الكتابة حروفها واحدة، صح صح ولا لا؟ فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، لما وجد معلق حلقة من صفر قال ما هذا، أو قاله ما هذا؟ إذا قاله ما هذا يعني إيش؟ استنكار. إيش معلق أنت؟ ما هذا؟ وإذا استفهام يسأل ما هذا؟ تبهتم؟ واضح؟ فلذلك لما أتانا النقل الآن مكتوب قال يحتمل أنه سؤال استنكار، يعني قال ما هذا، واحتمال أنه إيش؟ استفهام، يقول ما هذا. فلما أخبره أنه علقها للغرض الفلاني أنكر عليه الصلاة والسلام. واضح؟ عرفت الفرق بين سؤال إنكار وسؤال استفهام. وذاك حتى في القرآن لما بعض القراء يقرأ كما قيل قراءته كأنه تفسير للقرآن، يعني في القرآن في أسئلة استنكارية فيتلوها بطريقة القارئ يتلو يعطيها نبرة تبين أن إيش؟ أن هذا استنكاري. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يقراها نبرة معينة فتعطي تفسير. فمن القراء من يوفقه الله عز وجل كما يقول الشيخ الثمين إذا قرأ القرآن كأنه يفسره وهو يقرأ، وفي ناس لا يقرأ بنبرة واحدة ما تفرق معه. واضح؟ طيب كمل. ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئا حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتملا، فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره. قوله قال من الواهنة، يعني لبستها من أجل دفع الواهنة لتقيني منها، والواهنة مرض يصيب اليد
يسمى عند العرب بالواهنة، وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع، يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. سبحان الله. نعم. قوله فقال النبي صلى الله طيب عليه وسلم. اليوم في أسورة تباع في الصيدلية، يقول عن الروماتيزم صح، بعين من نحاسي، بعين طوره وخلوها إيش أشكال عشان تناسب الفستان تلبسه المرأة، صار في ألوان وفي أشكال. هذه سؤال عنها الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فمنع منها وقال هذه من الشرك، من الحلقة التي تلبس لدفع الضر أو لرفع دفع الضر أو لمنعه، لرفع البلاء أو لدفعه. فشرحوا للشيخ، وهذا موجود في فتاوى الشيخ، قال الشيخ هذا من ناحية طبية كذا، يعمل مش عارف ايش ذبذبات كهربائية. بعد الشرح كله قال الشيخ وصلتني رسالتك، وصلك الله برحمته، لا يجوز. أصر الشيخ إلى أنها لبس الحلقات هذه لا تجوز، والحقيقة هذا هو المتعين. لماذا؟ لأن فيه تشبه بالذين يلبسون الحلق الشركية، وقد يغتر الناس الآخرون بلبسك إياها فيلبسوا مثلك، وقد يكذب هؤلاء، يكذبون على الناس لا هي تعمل شيء ولا ترتب الذبذبة الكهربائية ولا هم يحزنون، وإنما حتى ينشروا هذا البدع والشركيات بين المسلمين بهذه الحجة. انتبهتم؟ أنا شخصيا رأيت أحد الأخوة القريبين مني لابس يوم من الأيام حاجة بلاستيك هكذا، فقلت ليش هذه؟ قال هذا أبو سعد، يعني إذا لبستها تعطيك توازن من جسمك. شلون؟ طبعا جاتني الضحكة على طول، شلون؟ قال شوف الحين يعني لما تلبسها سوي كذي تحس انك يعني متوازن. قلت له فصغتها يعني ترقل؟ قلت انت مصدق؟ يبيعون. قد يكون الانسان قصده فقط التجارة، لا هو لا توازن ولا هم يحزنون، ولكن ايش نفسيا الواحد لما تعمل له حركات مثل هذه ممكن يحس انه والله كنت تزن. والناس تشتغل على النفسية، في حرب نفسية، في إعلام نفسي، في أشياء كثيرة. ذاك بعض الناس مرات عنده مثل ميكروفون خربان في المسجد، يتصل بالأوقاف كذا ولا بشركة يجي يصلحوا له. بعض الفنيين ما يعمل شيء، يحط إيده بس هكذا من تحت، يعني كنا قاعد يسوي شيء. ها شلون الصوت الحين؟ هو من بعيد مو قاعد يسوي شيء، بس من تحت يعني. ها إيه الحين صوت زين، زين الحين، يلا مع السلامة، هو ما سوى شيء. هذا نفسيا نحس كنا الصوت. النفسية تلعب دور، تبهتم؟ بعض الأطباء يقول نحن نصرف دواء عادي، يمكن عندما يقول بنادول أو شيء، لكن كثير من الناس من يأخذ الدواء هذا العادي اللي موجود في أي صيدلية يشعر كأنه إيش نص المرض راح منه. فهل يقول لك ألبس والله متزن، شوف التزن، مو صحيح، هذا فقط شيء نفسي. فلا يجوز لبس هذه الحلق أبدا، لا تزان ولا هم يحزنون. احفظ دينك، ألزم عليك توحيدك، ماشي؟ طيب. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، النزع معناه الرفع بشدة، أي ارفعها مسرعا بنزعها ونشيطا في رفعها، لا تتوانى في تركها على جسمك، لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. ثم علل صلى الله عليه وسلم ما في بقائها عليه من الضرر، قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا، فالوهن معناها الضعف والمرض. فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، فإنه لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، فتجده نشيطا قوي العزيمة، مرتاح الضمير، منشرح الصدر، وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم، منهك القوى
مهموما حزينا يتخوف من كل شيء. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا. فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى ولو كان شركا أصغر يعذب به، وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر فلا يخلد في النار لكن يعذب بها بقدره. نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله في مسائله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فانتهى. فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة، وأما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة، وأيضا لا يغفر على الصحيح. والمعاصي الكبائر التي دونه مظنة المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصحابة كانوا يعرفون بأن الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، ليس من ذنب أكبر من الشرك الأصغر إلا الشرك الأكبر، وذلك كما سيأتي في هذا الكتاب. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، لو حلفت بالله وكذبت، قال أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا. يعني لو حلفت بغير الله وأنا صادق وقعت في ماذا؟ في الشرك. بينما لو حلفت بالله وكذبت فهذه معصية، فالشرك أكبر من المعصية. نعم. والشاهد من هذا الحديث ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يقصد منها دفع الضرر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو من أجل دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الخيط على الساق، فبعض الناس يربطون خيوطا على سيقانهم أو على أذرعهم أو على أصابعهم ويقولون إن هذا يمنع من المرض، وهذا هو نفسه فعل الجاهلية، وهو مثل الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. اللهم صل وسلم. قال: رواه أحمد. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر، امتحن في العقيدة على يد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس، لأن المأمون تأثر بالمعتزلة وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة لأنهم غرروا بهذا الخليفة. ففي هذا خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم، لأنهم يؤثرون على من صاحبهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم، فصار ضد أهل السنة، ووقف الإمام أحمد في وجهه وأبى أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصابر. وتعاقب عليه 3 خلفاء كلهم ضده: المأمون والمعتصم والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة وناصره، وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخزى الله المعتزلة ومن تبعهم. الله أكبر. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية تجميع، ونقول نحن نجمع ولا نفرق كما تقوله بعض الجماعات، بل يجب أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن مع أهل الحق وإن قلوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا. هذا هو الموقف الصحيح. فالإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة ونصره الله عليهم، ولا بد أن الإنسان يناله أذى في مقابل موقفه وصبره وثباته،
لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، وهذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. طيب نختم بس بالتعليق على، يقول رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. طيب والبخاري عنده كتاب اسمه الجامع، وكتاب مسلم الجامع، كتاب الترمذي الجامع، طيب كتاب النسائي السنن، كتاب أبي داود السنن، طيب كتاب أحمد مسند، طيب كتاب الحاكم مستدرك، طيب كتاب الطبراني معجم. طيب إيش الفرق بين الجامع ومسند ومعجم وسنن؟ ها، هل هي شيء واحد ولا تختلف؟ المسند هو ما صنفه صاحبه على أسماء الصحابة، يعني مسند إمام أحمد يسرد حديث أبي بكر، كل حديث بكر اللي وقف عليه، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، ثم حديث الصحابة رتب على الحروف الأبجدية. فما كان من كتاب مرتب على أسماء الصحابة بغض النظر عن موضوع الحديث، المهم عن أبي بكر سردها كلها، ثم مثلا حديث أبي هريرة، كل حديث بموضوع آخر، المهم حديث أبي هريرة. فإذا أسند الأحاديث واتبع على أسماء الصحابة يسمى الحديث إيش؟ الكتاب هذا يسمى مسند، كمسند إمام أحمد، مسند في الشافعي له مسند، مسند البقيع بن مخلد أيضا له مسند. طيب الجامع، الجامع يجمع عدة كتب، تجد في مثلا بدء الوحي جامع البخاري، في كتاب الإيمان، في كتاب السير، في كتاب فضائل الصحابة، في كتاب التفسير، في كتب بعد إيش؟ الوضوء، الصلاة، الصيام، الحج، فيسمى جامع. تجد فيه سيرة وفي تفسير وفي فضائل الصحابة وفي ما جاء في فضائل مكة والمدينة، فيسمى جامع. من الجوامع جامع الإمام البخاري، وجامع الإمام مسلم، وجامع الترمذي. السنن لا، يذكر فقط حديث الأحكام والمعاملات، كسنة أبي داود وسنة ماجة، يعني ما تجد في سنة أبي داود كتاب التفسير، كتاب فضائل الصحابة، كتاب الإيمان، ما تجد في سنة أبي داود. طيب المعجم، المعجم يورد الأحاديث حسب شيخ، كل حديث سمعه من شيخ فلان يسرد الحديث كلها، هكذا عمل من طبراني، شيخ فلان يسرد الحديث سمع عنه كلها، والشيخ يضع اسم الشيخ والحديث اللي سمع من الشيخ هذا يسرده كلها. ها تبهتم؟ بغض النظر عن موضوعها. فعندنا المستدرك، المستدرك ما هو؟ للحاكم. المستدرك وضع لنفسه خطة أن كل حديث فيه على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يعني على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولم يخرجه البخاري، يعني ينطبق على شروط البخاري لإضاحة، البخاري انتقى حديث معينة لرواة معينين بالطبقة الفلانية، فإذا وجد أحاديث منطبق عليها شروط البخاري ولم يخرج البخاري خرجه وقال مستدرك على الصحيحين، يعني كل أحاديث التي هي على شرط البخاري أو مسلم على شرط أحدهما ولم يخرجه جمعها وسماها ماذا؟ المستدرك. عرفنا الفرق بين المسند والجامع والسنن والمستدرك والمعجم؟ عرفتم؟ عندي سؤال، ما هو؟ ما هو؟ دلون بيوتكم، دلون بيوتكم، انصرفوا راشدين. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.